إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد. أيها الأحباب الكرام، نظرة سريعة لأحوال الناس تجد أن أفضل الناس وأكثرهم أمنا واستقرارا ومودة وطمأنينة هم المتصلون بالله سبحانه، الذاكرون له، الذين أنسوا بقربه وسلمت إليهم قلوبهم بالطمأنينة والخشوع وتمام الذكر. ولذلك فإن أفضل البقع في الأرض المساجد، فكلما طال مكثك في المسجد كلما عظم أجرك، كلما ارتفع كعبك، كلما أثنى عليك ربك. فالمسجد بيت الذكر وهو بيت الله عز وجل، وينبغي للمسلم أن يكون له حظ في المكث في المسجد، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر المكث في المسجد مع الصحابة، وكذلك كان الصحابة في زمن الخلفاء ومن بعدهم زمن التابعين، بل كان المسجد مكان القضاء والفصل والحكومات، فكان القاضي يفصل بين المتنازعين في المسجد دون جلبة ولا صخب ولا ضوضاء. والمسجد هو المكان الذي تفد إليه الوفود ومنه تنطلق السفارات، فكان سفراء يعتمدون في المساجد وينطلقون بكتب الخلفاء من المساجد، والخلفاء لهم أيام يمكثون فيها في المساجد للنظر في الدواوين وتصفح كتب العباد، بل كانت الجيوش تنعقد ألويتها من المساجد. وأنتم تعلمون أن جميع الجيوش التي انطلقت فاتحة بلاد الفرس والروم إنما كانت تنطلق من المسجد. والمسجد هو المكان الذي يؤدب فيه الأطفال ويطبب فيه الناس، والمسجد مكان الرباط، والمسجد مكان الرعاية، فهذا هو المسجد مكان للتعليم ومكان للقضاء ومكان للتوجيه ومكان للسفارات والبعوث ومكان لتلقي الوفود ومكان لمساعدة الخلق والمحاويج، ومكان أيضا لتطبيب المرضى وعيادتهم، ومكان للرباط وفي سبيل الله. هذا هو المسجد الذي كلما طال مكثنا فيه كان ذلك خيرا لنا وأجدى. وهذا كله ينبغي أن يرتبط بقول الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالمسلم عابد لله عز وجل في كل أطواره وفي كل مناحي حياته. وفي الصحيح من حديث أم العلاء الأنصارية عندما ذكرت عثمان ابن مضعون وذكرته بخير وكان يستقبل الوفاء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما ابن مضعون فقد أتاه اليقين من ربه وإني لأرجو له الخير. أتاه اليقين من ربه وإني لأرجو له الخير.
فقال أهل العلم: اليقين هو الموت. وبهذا فسره مجاهد وقتادة والحسن وغير واحد من أهل العلم. فاليقين هو الموت، والمقصود بهذه الآية: واعبد ربك إلى أن يأتيك الموت. واعبد ربك في وقت يقظتك ونومك، وفي وقت سلمك وحربك، وفي وقت غيظك وسلمك، وفي يوم حرك وقيظك. اعبد ربك في كل أحوالك. وهذا امتثالا لأمر الله عز وجل عندما قص علينا عقيدة الخليل إبراهيم في قوله سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. فعقيدتك أن تكون عبيدا لله دون من سواه، أن تكون عابدا لله دون من سواه، لا تعبد بشرا، ولا تعبد فكرة ولا منهجا، ولا تعبد دينارا ولا درهما، ولا تعبد زوجة ولا ولدا، وليكن ربك سبحانه وتعالى منك على ذكر، فهو ربك وخالقك وبارئ أمرك ومصورك. قال سبحانه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. إذا كانت هذه المذكورات التي جعل الله تعالى حبها جبلة في نفوس الناس، فما من أحد إلا يحب ولده ويحب أباه ويحب زوجه ويحب وطنه ومسكنه وأرضاه وماله، هذه محبوبات فطرية. ولكن لا ينبغي لهذه المحبوبات الفطرية أن تطغى على مقام ربك من قلبك. لو كانت هذه المحبوبات أو كان أي منها أعظم في قلبك حبا لله ورسوله، إن كانت هذه المذكورات أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن العبادة إلى أن تموت، العبادة إلى أن تموت، العبادة من وقت صباك، من وقت صباك عندما تميز الأشياء والحقائق، عندما تعرف أن هذا ماء وهذه كهرباء وهذه أرض وهذه سماء وهذا أبوك وهذه أمك، عندما تميز أن هذا رجل وهذه أنثى، هذه شجرة وهذه بقرة، عندما تميز ذلك فاعلم أن العبد لابد أن يتعود العبادة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن نعود أولادنا الصلاة وأن ندربهم عليها وهم أبناء سبع، وأن نضربهم عليها وهم أبناء تسع أو عشر، وأن نفرق بينهم في المضاجع. فأعظم سن للتمييز من السابعة، فلا بد للعبد إذا بلغ هذه السن أو دونها أو فوقها بقليل أن يتعود مبادئ العبادة، وأن يستمر في عبادة دائمة إلى أن يموت. لا بد أن يكون عبدا لله إذا دخل دراسته، وعبد لله إذا تزوج، وعبد لله إذا ذهب ليضرب في الأرض محصلا رزقه، وعبد لله إذا عاشر زوجته، وعبد لله إذا ربى ولده، وعبد لله إذا انقطع عن أصدقائه، وعبد لله إذا وصل أصحابه، وعبد لله إذا أعطى، وعبد لله إذا منع، وعبد لله إذا أحب، وعبد لله إذا بغض. لا بد أن يكون محققا العبادة.
واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولذلك لا عذر لعبد أن يترك عبادة الله عز وجل، ليس هناك عذر أن تكون تاركا عبادة الله، بل لا بد أن تكون متلبسا بعبادة الله. ولنأخذ مثالا على ذلك الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها امتثالا لأمر الله عز وجل، وأقم الصلاة لذكري. وجعل النبي عليه الصلاة والسلام القيام ركنا من أركان الصلاة، ركنا من أركان الصلاة امتثالا لقول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين، وقوموا لله قانتين. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: صل قائما، صل قائما، فإن لم تستطع فصل قاعدا، وفي لفظ فصل جالسا، فإن لم تستطع فصل نائما، وفي لفظ فصل مضطجعا. إذا لا عذر لك في ترك الصلاة، والصلاة من العبادة، والعبادة اسم جامع لكل ما أحب الله تعالى ورضي من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. كل ما ظهر وكل ما بطن شريطة أن يكون من جملة محبوبات الله عز وجل فهو من العبادة. فقراءة القرآن قول يحبه الله تعالى ويرضاه من العبادة، من العبادة. سعيك في طلب المعاش بالحلال وفي الحلال دون شبهة أو التباس بباطل أو تلبس بإثم من جملة ما يحبه الله تعالى ويرضاه، إذن هذا من العبادة. نصرتك للضعيف ونجدتك للملهوف وإعطاؤك للفقير ومسحك على رأس المحتاج وزيارتك للمريض، هذا كله من جملة الأعمال التي يحبها الله تعالى ويرضاها، إذن هي من العبادة. الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله ليس رياء ولا فخرا ولا تحصيلا لمغنم أو فوز بوظيفة، ولكنه جهاد لتكون كلمة الله هي العليا، إذن هذا أيضا عبادة لله عز وجل، لأن الله تعالى يحب هذا ويرضاه. صلاتك إذا أقمتها على الكيفية المحبوبة المرضية من غير نقص ومن غير تفريط ومن غير شطط كانت من جملة المحبوبات إلى الله عز وجل فهي من العبادة. والحج والصيام والصدقة وصلة الرحم، وما أدراك ما صلة الرحم؟ في أيام تقطعت فيها الأرحام، وعز أن تجد الواصل لرحمه في هذه الأيام. ربما تمر السنون آخذة بقرون أختها من السنين ولا تجد واصلا لرحمه، وهذا من جملة المفاسد التي ابتلي بها الناس في هذه الأزمان بدعوى الانشغال، الانشغال، عدم وجود الأوقات، يجد وقتا مع أولاده ليداعبهم ولا يجد وقتا لزيارة أبيه أو أمه، ولا يجد وقتا لزيارة أخيه ورحمه. هذا كله من جملة المفاسد التي ضربت بأطنابها ووصلت إلى الهاوية في هذا المجتمع. فلا بد أن نحقق العبادة بكل صورها، لأن الخير والعز والرجاء إنما يكون بتحقيق العبادة لله عز وجل. فالعبادة قول وعمل، وهذه المذكورات كلها أقوال وأعمال ظاهرة: قراءة القرآن، طلب العلم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدعوة إلى الله، صلة الأرحام، الصيام، الجهاد، النفقة، الصلة، هذه كلها من جملة العبادات الظاهرة قولا وعملا.
هناك نوع آخر أيها الأحباب من العبادات الباطنة التي يغفل عنها كثير من الناس. كثير من الناس يغفلون جانب العبادات الباطنة، مع أن هذا الظاهر لا يصلح إلا إذا صلح الباطن. وكل خير في ظاهرك إنما هو علامة على خير مستكن في قلبك. فالقلب ملك على غيره، متصرف في غيره، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فكل الأقوال والأعمال الباطنة كلها متعلقة بالقلب. إذا الأعمال الظاهرة منها ما يتعلق باليد والرجل واللسان والعين والأذن، منها ما يتعلق بالبدن بكافة أشكاله وأنواعه، أما القلب فهو خصيص بشطر عظيم من أشطار العبادة، العبادة الباطنة، العبادة الباطنة، وهي سر العبودية. فسر العبودية موجود في قلبك، ومظهر العبودية موجود في قولك وفعلك. سر العبودية موجود في قلبك، ومظهر العبودية موجود في قولك وفعلك. من هذه الأشياء حب الله عز وجل، وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحب الدين. الحب على أنحاء: حب شرعي، وحب شركي، وحب شيطاني هوائي، وحب مباح من قبيل التزيين. الحب الشرعي أن تكون محبا لله ولرسوله وللمؤمنين، هذا هو الحب الشرعي، أن تكون محبا لله ولرسوله وللمؤمنين. فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فلا بد أن تكون محققا معنى المحبة لله ومعنى المحبة لرسول الله ومعنى المحبة للداخلين في دين الله وهم المؤمنون، أولياء الله وأصفياء الله وأخلاء الله الحاملون لواء دين الله الذين يتحركون لله وينفعلون في سبيل الله. فتكون حياتهم واقفة على الله عز وجل في رضاه وفي سخطه، فيأتون رضاه ويجتنبون سخطه. الحب هذا حب شرعي. قال الله عز وجل: ومن الناس من هنا للتبعيض، أي طائفة من الناس، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. وأتى اللفظ هنا بالتنكير للدلالة على التعددية والكثرة. إذن هناك معبودات كثيرة تعبد بالباطل من دون الله عز وجل. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، جمع ند، المثل والكفء والنظير والشبيه، يتخذون أندادا. يمكن يكون ذلك الند صنما أو تمثالا أو دينارا أو درهما أو منصبا أو أي شيء من ذلك. قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة نوع من الثياب، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. عندما يعطى فإنه يرضى، وعندما يمنع فإنه يسخط. عطاؤه ليس لله، فإذا أعطي فإنه يرضى، وإذا منع فإنه يسخط. فحبه وسخطه ليس لله، وإنما من أجل العطاء. إذن قلبه متعلق
بما يعطى إليه، بما يعطى إليه، ليس متعلقا بالله عز وجل، مع أن الله تعالى هو الذي يعطيه. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، سيؤتينا الله ورسوله من فضله إنا إلى الله راغبون، في الحسب والرغبة جعل ذلك لله فقط، جعل ذلك لله عز وجل فقط. أليس الله بكاف عبده؟ فالله عز وجل حسب المؤمن وكافيه ومعينه ومؤيده. فهؤلاء القوم الذين تنصرف قلوبهم عن غير الله، عن غير الله، هؤلاء لابد أن يراجعوا حبهم لله. فمن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. انظر إلى هذه الآية العظيمة، يحبونهم ك، الكاف هنا للمثلية والتشبيه، أي حبا يماثل حبهم لله، أو حبا يضارع ويشابه حبهم لله. هذا هو، هذا هو. طيب والذين آمنوا، والذين آمنوا أشد حبا لله. فالمؤمن لا يجد في قلبه حبا أعظم من حبه لله، ويتصاغر كل شيء في قلبه من دون الله عز وجل، فلا تجد شيئا في ذلك القلب إلا هو مفعم بحب الله عز وجل، فيكون قلبه قلبا قويا صلدا نظيفا طاهرا لا تضيره فتنة ما دامت السماوات والأرض. وعندما تعرض عليه الفتن فإنها لا تؤثر فيه ولا تنفذ فيه بسواد، لأنه قلب صلد قوي طاهر نظيف. إذن هؤلاء الذين يجعلون حبا غير الله عز وجل يملأ أفئدتهم، لقد وقعوا في الشرك، لقد وقعوا في الشرك. إذن الحب الشرعي أن يكون حبك لله ولرسول الله وللمؤمنين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب في الله وأبغض في الله فقد استكمل الإيمان. سبحان الله، علاقة إيمانية بحتة، ليس فيها هواء وليس فيها ظن ولا تخرص، ليس فيها ظلم ولا شطط. لما يأتي مصعب ابن عمير في غزوة بدر فيرى أخاه كان اسمه عزيز، قد أسره رجل من الأنصار وربط يده في حبل يسوقه، ربط يده في حبل ويسوقه. فعندما رأى مصعب قال: يا مصعب إني أخوك، تعال انقذني، إني أخوك. فقال: لست بأخي ولكن أخي هذا، وأشار إلى الأنصاري وقال: يا أخي إن أمه امرأة عظيمة الثراء، فاشدد عليه، فاشدد عليه، اطلب ثمن كبير حتى تفك أسرا. موالاة إيمانية. محمد بن أبي بكر قال لأبيه: والله يا أبت لقد رأيتك في بدر وقدرت أن أقتلك، ولكن منعني أنك أبي. قال: والله لو رأيتك وقدرت عليك لقتلتك. سبحان ربي، هل نقول بأن والده أفضل منه؟ أبدا، ولكن نقول بأن أفضل وشيجة وأعظم علاقة هي العلاقة الإيمانية، علاقة إيمانية لا تفرق بين عربي وأمريكي ولا بريطاني ولا هندي، بين أسود ولا أبيض ولا أحمر ولا أصفر، كلكم لآدم وآدم من تراب، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلا بد أن تحرر هذا المعنى الجليل، معنى الحب، وأن يكون حبك حبا شرعيا، حبا لله وحبا لرسول الله المبلغ عن ربه سبحانه، ثم حب للمؤمنين الحاملين دين الله عز وجل. ونقيض هذا الحب، الحب الشركي كما أشرت لكم من قبل. ثم هناك الحب الهوائي الشيطاني كحب الفسقة، وهذا ما نراه في دنيا الناس،
ما يسمونه بالحب بين الشباب في الحقيقة ليس هذا حبا، وإنما هذا اضطراب في الأخلاق وانفساخ في السلوك وتعض على الحرمات وتجاوز لشرع الله وترك للمسؤوليات الاجتماعية. الأب أو الأخ الكبير الذي يترك زوجته أو يترك بناته يخرجن وهن سافرات متعطرات مائلات مميلات، يتأخرن إلى أي وقت شئنا ويدخلن في أي وقت شئنا، وأين الرجل في عالمهن؟ الرجل وظيفته أنه ينفق فقط، الرجل صار ينفق فقط. أما لبس ابنته وسلوكيات ابنته وعلاقات ابنته فحدث ولا حرج. إن أحدا من الناس أو إن أحدا من كثير الناس في هذه الأزمان يترك تلفونا هاتفا نقالا مع ابنته، لا يكلف نفسه يوما أن يتصفح هذا التلفون، لا يكلف نفسه، لا يطلب ابنته أن يأخذ تلفون عند المساء. البنت عندها وقت طويل، وقت طويل، أبوها في عالم وأمها في عالم، أمها في المطبخ والبلكونة والصالة والحجرات تغسل الأطباق والمواعين وتطبخ وتنشر وتغسل، والأب يجري في أرض الله يطلب الرزق، والأولاد لهم رب يحميه. ضاع الأولاد وتفككت الأسر فنشأت العلاقات المحمومة الشيطانية. البنت لا تجد أحدا يكلمها كلمة طيبة، طب لو وجدت شابا قابلها وقالها كلمة رقراقة عذبة لسقط قلب هذه الفتاة بين يدي هذا الشاب، والله يعلم أنه كاذب في دعواه. فصارت بيوتات المسلمين تمتلئ بالعلاقات الثنائية الفاسدة، البنت يبقى شاب آخر والشاب إذن ابنة أخرى، أمور عجيبة جدا. ويقولون هذا تحت مظلة الحب، لا ليس هذا حبا، هذه معصية لله عز وجل، وهذا تفسخ وانحطاط وانحدار عن حوض الشرع الحنيف وترك لقامة عالية سامقة ينبغي أن يرتفع إليها المسلم. ثم هناك الحب الجبلي المشروع المأذون به شريطة ألا يضغى على حبك الشرعي. حبك لزوجك ليس بأس، حبك لولدك ليس به بأس، حبك لوظيفتك ليس به بأس، حبك لمصنعك لمالك لوطنك لشجرك لبهائمك لأرضك لمتجرك، هذا كله من جملة المحاب المشروعة مباح شريطة ألا يضغى هذا الحب على الحب الشرعي، فإن طغى على الحب الشرعي صار حبا شركيا. فهذه أنواع المحاب. أين يوجد ذلك الحب؟ في العين؟ لا. في اللسان؟ لا. في اليد؟ لا. في القلب؟ نعم، هذا حب قلبي وعمل قلبي. أرأيت أن كثيرا من الأعمال الظاهرة إنما هي منفعلة بهذا الفاعل القلبي؟ أرأيت ذلك؟ نعم هو كذلك. وللحديث بقية أجعلها في الخطبة التالية، وإني أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، هذا نموذج ومثال للحب القلبي الذي هو من جملة الأعمال الباطنة القلبية، ومن ذلك أيضا النية والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والخوف والاستعانة والتوكل والحسب، فهذا كله من جملة أعمال القلوب.
هذه الأعمال التي أمرنا أن نجتهد في تحصيلها. فالقلب إذا عمر بهذه الأعمال صارت الأعمال الظاهرة يسيرة وبسيطة وموفقة، والسعيد من أعانه الله عز وجل فأعانه على قلبه، والتعيس المرتكس من أرذله الله عز وجل فلم يعن على قلبه. ذكر الله تبارك وتعالى القلب وهول من شأنه وفضع من حاله وبين خطورته وجعل أن عمله وقوله من أصل الأصول. فينبغي للمسلم الأريب والفاهم النجيب أن يتعاهد ذلك القلب فلا يترك، فإن القلب حاله كحال حديقة غناء مليئة بأنواع الأقاح والزهور والرياحين، فإن تركتها هملا سعت فيها الأفاعي والعقارب ثم صارت بعد ذلك قيعانا مقفرة. أما إذا تعاهدتها بالنبت والرعاية والنظافة والتعهد الجميل فإنها تبقى على جمالها ورونقها بل تزداد خيرا وبركة. وكذلك القلب، من حافظ على قلبه قلب الله له كل الأمور خيرا وهيأ له كل الأمور رشدا، ومن لم يحافظ على قلبه انعكست عليه الأمور بطريقة عجيبة فصار مهولا مخوفا مترددا مضطربا قلقا يجد الدنيا مع سعتها هي أضيق من سم الخياط. وهذا من فضل الله عز وجل على المؤمن أنه مهما أصيب في ماله ونفسه وبدنه فإنه يرى سعة عظيمة في دين الله عز وجل. فيا أيها الأحباب، عليكم أن تنظروا إلى نفوسكم، أن تنظروا إلى قلوبكم، أن تنظروا إلى أعمال القلوب وأن تحققوها، فإن من جملة تحقيقها أن توفق إلى الخير وأن تسعد بالهناء. فالله تعالى أسأل أن يوفقنا إلى الخير توفيقا، وأن يعيننا على الخير معونة، وأن ييسر أمورنا، وأن يشرح صدورنا، وأن يضيء وجوهنا، وأن لا يجعل للشيطان سبيلا علينا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم عليك باليهود وعبدة الصليب والروس والملاحدة والمنافقين ومن والاهم، اللهم خذهم أخذا وأحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم دلنا على الخير ووقعنا على الخير واهدنا إلى الخير ومسكنا بالخير. اللهم اهد أولاد المسلمين ونساء المسلمين، اللهم اهد أولاد المسلمين ونساء المسلمين وقيض لنا الخير يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتجاوز عن سيئاتنا وارفع درجاتنا ولا تتوفنا إلا وأنت عنا راض. وصل اللهم على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه.